أكثر، وأربعون عاما قبلهما. كان ولا تضحية في سبيل ثورة الكرامة التي انتفض لأجلها. استنادا إلى آخر الإحصائيات في المخيم، فقد بلغ عدد الشهداء أكثر من 250 شهيدا، وعدد البيوت المحروقة والمدمرة أكثر من 1000 منزل، معظمها غير صالح للسكن. وحسب الإحصائيات أيضا، بلغ عدد المهجرين خارج المخيم ما يقارب 25,000 نسمة. عانى هذا المخيم من مآس حقيقية، وأهمها نقص حاد في المواد الغذائية. أي أخوي، فتحنا حد جوا هذا الشارع عند المؤسسة، بجيب له شوية بطاطا، بجيب له شوية حلو، نبيع منها لأولادنا مشان ناكل اللقمة الخبز والطبخ. إضافة إلى نقص كبير في الأدوات والكوادر الطبية، وتفشي المرض وانتشار القمامة في الشوارع. وتسعى اللجان الأهلية في المخيم إلى الحد من هذه المشاكل ولو بالإمكانيات القليلة المتوفرة ورغم المخاطر التي يواجهونها، ولكن سوف نبقى صامدون، هكذا قال أبناء المخيم. رغم الجراح اللي عم بيصير فينا، رغم الجراح اللي عم بيصير فينا، راح نظلنا صامدين بإذن الله.